السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحادث، نخصصها للوقوف على مساعي الميليشيا للتوجه نحو اجراء انتخابات نيابيه في المناطق الخاضعه لسيطرتها في ظل جمود الشرعيه في ذات الملف. إذن تسعى ميليشيا الحوثي في منتصف أبريل المقبل إلى إجراء انتخابات نيابية في نحو 34 دائرة، لما تصفه بملأ المقاعد الشاغرة في البرلمان بسبب وفاة الأعضاء في تلك الدوائر الانتخابية. وتأتي هذه التحركات للميليشيا وسط تباطؤ الحكومة في تهيئة المناخ المناسب لعودة استئناف البرلمان رغم اكتمال النصاب اللازم لعودته وانتخاب هيئة رئاسية جديدة له. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي أبعاد ودلالات قيام الميليشيا بإجراء انتخابات نيابية؟ وهل سنكون أمام مجلسي نواب أحدهما في مناطق سيطرة الشرعية وآخر في مناطق سيطرة الميليشيا؟ وما الأثر السياسي لهذه الخطوة؟ قبل البدء من النقاش نتابع سويا هذا التقرير. في خطوة وصفت بأنها استعراض سياسي من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية، تمضي في صنعاء الترتيبات لإجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في 34 دائرة انتخابية نتيجة وفيات النواب في هذه الدوائر، وسط تحديات تعيق إنجاز خطوة كهذه كما تخطط الميليشيا. حددت الميليشيا تاريخ 13 من أبريل القادم موعداً لإجراء هذه الانتخابات في توقيت لا يخلو من الدلالة، بالنظر إلى أن معظم دورات الانتخابات البرلمانية كانت تعقد في هذا الشهر، كما أنه يتزامن مع ذكرى صدور القرار الأممي رقم 2216 بشأن اليمن، والذي وفر غطاءً للتدخل العسكري السعودي الإماراتي في إطار ما يعرف بدعم الشرعية. الخطوة الحوثية قوبلت بردة فعل من جانب السلطة الشرعية، تمثلت في الأمر الرئاسي بنقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإحالة 4 من القضاة المعينين من جانب الميليشيا كأعضاء في اللجنة إلى التحقيق والمحاسبة. لكن الوقائع الميدانية تشير إلى تعذر إجراء هذه الخطوة غير الشرعية أصلاً في أكثر من نصف هذا العدد بسبب وجود الدوائر الانتخابية الشاغرة تحت نفوذ السلطة الشرعية أو في مناطق تشهد أعمالاً قتالية بما يتعذر معها إجراء الانتخابات. 140 نائباً تمكنوا من مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا وانضموا إلى بقية النواب المتواجدين في مناطق مختلفة من البلاد وخارجها، فيما لم يتبقى سوى 100 عضو قيد الإقامة الجبرية في صنعاء بينهم رئيس المجلس. ويبدي العديد من المراقبين استغرابهم من عجز السلطة الشرعية حتى الآن عن حسم مصير السلطة التشريعية بعد أن توفر النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة إجرائية لمجلس النواب في عدن وانتخاب هيئة رئاسة جديدة تسمح بانطلاق أعمال البرلمان تحت مظلة الشرعية. وعلى الرغم من توفر النصاب القانوني، إلا أن خطوة عقد الاجتماع الإجرائي للمجلس لا ترتبط فقط بالتحديات الناشئة في عدن، بل بالخلاف الناشئ عن إصرار الرئيس هادي على فرض مرشحه محمد علي الشدادي رئيساً للمجلس، وهي الخطوة التي يبدو أنها لا تحظى بتأييد معظم الكتل البرلمانية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من مدينة اسطنبول التركية المحلل السياسي عادل دشيلة. سيد عادل أو دكتور عادل، مساء الخير. أهلا بك دكتور عادل. يعني في البداية لو يعني تحدثنا عن أبعاد ودلالات هذه الخطوة التي يعني ستتخذها الميليشيا في شهر أبريل. طبعا هذه الخطوة ليست يعني وليدة اللحظة، نحن أمام ميليشيا انقلابية، وبالتالي هي لا تعترف لا بالقوانين ولا بالتشريعات ولا باللوائح الدستورية. وبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية بأن ما ستقوم به جماعة الحوثي هو ليس يعني مطابق للقانون، وهو ضد قانون البلاد وضد دستور البلاد وضد أيضا كل ما له علاقة بدستور الجمهورية اليمنية. اولا اذا كان الحوثيون قادمون على انهم قالوا انهم سوف ينزلون اسماء يعني لشغل المناصب الان في مجلس النواب في اكثر من 20 دائره و25 دائره لا اعرف كم الرقم، اولا هم اين هم من الاعلان الدستوري الذين حلوا به من يعني مجلس النواب في العام 2014 او في بدايه العام 2015؟ هم لم يعترفوا بمجلس النواب ولم يعترفوا بشرعيه البلاد،
وبالتالي الآن يقولون بأنهم يريدون يعني ترشيح بعض الأشخاص في الدوائر الانتخابية لكي يقوم المجلس بواجباته القانونية. هذا اعتراف ضمني من قبل جماعة الحوثي بشرعية البرلمان وبشرعية الرئيس هادي، لكن البرلمان في الوقت الحالي هو منزوع الشرعية ومرتبط حاليا بشرعية الرئيس بناء على المبادرة الخليجية. إذا ما ستقوم به جماعة الحوثي يعتبر انتهاك فارق للقانون اليمني ويجب محاكمتهم عند أقرب محكمة ابتدائية. نعم، لكن يعني ألا يعد جمود الشرعية و يعني إهمالها لهذا الملف تماما يعني هو يعني سبب في أن تصل جراءة الميليشيا إلى ما وصلت إليه في مسألة أنها أيضا تجري انتخابات على مستوى الدوائر؟ طبعا للأسف الشديد الشرعية اليمنية أخفقت في أن يجتمع مجلس النواب اليمني داخل الأراضي اليمنية، والرئيس اليمني أخفق في هذا المجال. ونؤكد يعني لجماعة الحوثي بأن الرئيس اليمني باستطاعة من خلال إصدار مرسوم رئاسي أن يحل البرلمان اليمني، وهذا حسب ما نص عليه دستور البلاد. الآن في مشاكل داخل الشرعية اليمنية نفسها وفي مشاكل بين أعضاء مجلس النواب اليمني، لأن الرئيس اليمني هذا يريد فرض شخصية جنوبية على مجلس النواب، وأعتقد أن أعظم أكثر الشخصيات ترفض توجهات الرئيس هذه، وبالتالي أدى إلى تأخر انعقاد مجلس النواب يعني في داخل الأراضي اليمنية. ولذلك إذا استمرت الشرعية اليمنية في يعني في مثل هكذا الظروف لا يستبعد أن يكون هناك جمعية عمومية في الجنوب، وأن يقوم الحوثي بتمرير أجهزته الخاصة داخل العاصمة صنعاء، وأن يقوم يعني بلعبة هزلية، وأن يستمر في 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 في, في انقلابه العسكري واغتصاب السلطة، لأنه لا يوجد هناك يعني السلطة التشريعية على الأرض تقوم بواجباتها الوطنية تجاه الشعب. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور عادل، ونشارك معنا في النقاش النائب في البرلمان شوقي القاضي، سينضم إلينا من مدينة اسطنبول. سيد شوقي مساء الخير. مساء الفل. أهلا بك سيد شوقي، يعني ما الذي تفهمه من قيام الميليشيا بعقد انتخابات نيابية في مناطق سيطرتها؟ نعم شكرا لك. طبعا الميليشيا الحوثيين الانقلابيين السلاليين الإرهابيين عبثوا بكل شيء، ومن ضمن ما عبثوا به عبثوا بالبرلمان. البرلمان الآن بداية أريد أن أؤكد بأن رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب في صنعاء هم أقرب إلى الاعتقال، أهاليهم معتقلون ولدينا المعلومات دقيقة بذلك، حيث منع بعض النواب من السفر إلا أن يحجز أولادهم حتى في سفريات رسمية. وبالتالي البرلمان من بقي من أعضاء البرلمان في صنعاء هم أقرب إلى الاعتقال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هم يريدون أن يفرضوا وقائع على الأرض. طبعا من حيث المبدأ ما بني على الباطل فهو باطل، ما بني على الانقلاب فلا شرعية له مطلقا. وبالتالي من حيث المبدأ لا شرعية مطلقا لأي إجراء يتخذوه. لكن دعني أؤكد هناك يعني شيء مؤلم جدا، أن نعرف هناك نسبة قاب قوسين أو أهل ألو. نعم دكتور تسمعني؟ هل تسمعني الآن؟ أنا لا أسمعك. نعم تفضل نسمعك. أقول بهذه المناسبة ونائبه، كما أدعو أيضا الإخوة في التحالف إن كانوا جادين وإن كانوا صادقين في مبدأ استعادة الدولة، نعم. إذا مشاهدينا نعتذر، هناك مشكلة قطع الاتصال، سيتم معاودة الاتصال بسيد شوقي القاضي مرة أخرى، وأعود للمحلل السياسي الدكتور عادل دشيلة. يعني دكتور، يعني نتساءل هنا عن المجتمع الدولي، يعني هل يمكن للمجتمع
الدولي والأمم المتحدة التعامل مع هذه الخطوة المتخذة من قبل الميليشيا؟ طبعا المجتمع الدولي لم والدول الإقليمية وحتى الدول التي تدعم جماعة الحوثي لم تعترف بالانقلاب الحوثي حتى اللحظة، وبالتالي ما ستقوم به جماعة الحوثي يعتبر من ضمن الأجهزة الانقلاب الذي قاموا به في عام 2014. ما ستقوم به الجماعة في الأيام القليلة القادمة هو يعني يعتبر انتهاكا صارخا كما ذكرت لك لكل دستور البلاد ولقوانين البلاد، وهذه العصابة الميليشياوية تضرب بكل القوانين عرض الحائط، ولكن هي خطوة جريئة في المقابل، وينبغي على الشرعية اليمنية أن تعرف جيدا أن مثل هذه الخطوات التي يقوم بها الانقلابيون في العاصمة اليمنية صنعاء قد ربما لا تكون من صالح الحكومة اليمنية في الأيام القليلة القادمة. نعم. ولذلك أقرب فرصة لإنهاء الانقلاب وأيضا لإيضاح الدور مجلس النواب اليمني للمجتمع الدولي هو أن يجتمع مجلس النواب اليمني في أقرب محافظة أو في محافظة يمنية محررة وإصدار قرارات تخص المجلس وانتخاب جلسة جديدة للمجلس، ومن ثم لكي يعرف العالم بأن أعضاء مجلس النواب المتواجدين في العاصمة اليمنية المغتصبة من قبل الميليشيات الحوثية هم رهن الإقامة الجبرية، وأنا متأكد أنهم يرفضون ما ستقوم به جماعة الحوثي. أخي الكريم، أكثر من نصف الدوائر التي سوف يقوم الحوثي يعني بإنشاء انتخابات فيها تعتبر ضمن يعني الأراضي المحررة، هذه مسرحية هزلية، كيف سيصل إلى هذه المناطق التي تعتبر تحت يعني تحت شرعية الدولة أو تحت يعني سيطرة الدولة اليمنية؟ الحوثي الآن هو يبحث على الأبرياء، وإذا كان الحوثيون يقولون بأنهم سلطة يعني سلطة أمر واقع في العاصمة اليمنية صنعاء، كان الأولى بالجماعة الإنقلابية أن توفر هذه الأموال التي تنفقها في الانتخابات على الأبرياء، عليها أن توفر مرتبات الناس إذا كانت هذه السلطة كما تقول أمر واقع. هذه عصابة ميليشاوية لا تعترف بالقوانين، هي عصابة إمامية تقوم على مشروعية الحيوانات المنوية وتخوض معركة ضد الجمهورية اليمنية، وبالتالي ستستمر في غيها وفي انقلابها وشرعنة ما تقوم به من جرائم ضد الشعب اليمني ودستور البلاد. نعم، إذن ابقى معي دكتور، ونعود لسيد شوقي القاضي عاد إلينا مجددا. يعني سيد شوقي قبل أن يقطع الاتصال كنا نتحدث عن ما هي مشروعية هذا الإجراء. نعم، إذن يبدو أن الاتصال أو هناك مشكلة كبيرة في التواصل بالعضو أو النائب البرلماني سيد شوقي القاضي، ونعود إلى الدكتور عادل مرة أخرى. يعني دكتور، يعني ما الأثر الذي يمكن أن تتركه هذا أو يتركه هذا الإجراء المتخذ من قبل الميليشيات؟ طبعا الأثر القانوني لن يكون له أي أثر قانوني يعني على أرض الواقع باعتبارنا أمام جماعة ميليشياوية انقلابية، ولكن هذا الأثر بالنسبة للمجتمع الدولي، الجماعة الحوثية تريد أن تقول للعالم أجمع بأنني أنا حركة ديمقراطية وأن لدي برلمان منتخب وأن ما قمت به يعتبر يعني في إطار دستور البلاد وفي إطار شرعية البلاد، حتى اللجنة التي ستنسق الانتخابات القادمة هي غير شرعية وغير دستورية وقد انتهت يعني بموجب دستور البلاد، وبالتالي الجماعة الانقلابية انا اعتقد بانه ما ستقوم به يعتبر يعني يعتبر نوع من الـ من الـ من التهريج ونوع من المهزلة يعني امام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي، وبالتالي لن يكون له اي اثر على الواقع لا قانونيا ولا اخلاقيا ولا شرعيا ولا دستوريا، وانما هو امتداد للجرائم التي تقوم بها الجماعة الانقلابية ضد البلاد والعباد. نعم، إذن أشكرك جزيلا الدكتور عادل دشيلة محلل سياسي كنت معنا من إسطنبول، ونرحب الآن بالدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، سينضم إلينا من تعز. دكتور مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني نتحدث اليوم عن مسألة إجراء انتخابات برلمانية من قبل الميليشيا في شهر أبريل، يعني ما مشروعية قيام الميليشيا بهذا الإجراء؟ هذا الإجراء ينطبق عليه القاعدة القانونية الأشهر وهي ما بني على باطل فهو باطل. هؤلاء لا يمتلكون أي مشروعية لسلطانهم ولا لقراراتهم، فهم فئة انقلابية
والشعب يرفضها، ومن يخضع لهم إنما يخضع للعنف الوحشي الذي يهدد الناس بالقتل وتفجير البيوت وتفجير المنازل وتفجير المصالح ونهب الأموال. نعم. وما يصدر عنهم هو غير شرعي. والانتخابات التكميلية وفق الدستور عادة تكون في الفترة الزمنية القانونية والشرعية لمجلس النواب. نحن الآن قد خرجنا من هذه الفترة، اليوم البلد محتاجة إلى إعادة بناء وإعادة انتخابات كلية للجمهورية اليمنية. أما الانتخابات التكميلية لا تكون إلا في مدة قانونية لمجلس النواب الذي للمتوفي أو للمستقيل أو لمن تعذر عليه العمل، أو ممكن تجرى انتخابات ويكون الدعوة لهذه الانتخابات كما قلنا هي سلطة شرعية، وهؤلاء ليس لهم أي وجود شرعي، وما يعملوه هو ضمن امتداد أعمالهم البهلوانية الذين يظنون بأن مثل هذه ستمنحهم شرعية. هي لن تمنحهم شرعية، إنما أرادوا أن يمارسون عمل التمثيل والكذب والدجل. ألا يعد هذا الأمر دكتور يعني إجراء طبيعي من قبل الميليشيا في ظل غياب الشرعية وإن صح الوصف فشل الشرعية؟ الموضوعين مختلفين، فشل الشرعية شيء آخر يمكن أن نتحدث عنه وهو وارد، لكن نقول ما يجريه الحوثيون في المسائل القانونية ليس لها أي مشروعية، لأنهم ليسوا سلطة شرعية، سواء أعمالهم الإدارية أو التجنيد أو الحشد أو القتال أو إخضاع الناس، كلها أعمال تعتبر مخالفة للقانون وسيحاكمون عليها، وكل من يتعاطى مع توجيهاتهم أو يتلقى أو يقبل تعييناتهم هو شريك في هذا الإجرام وهو الانقلاب. هؤلاء مدانون ابتداء من الفئة الانقلابية أو من الأشخاص الذين يتعاطون معهم، لا علاقة له هذا بفشل الشرعية. الشرعية تفشل أو لا تفشل، تستمر أو لا تستمر، الشرعية أساسا هي شرعية الشعب، هي الإرادة الشعبية، ولا ينبغي أن نخلط بين الإرادة الشعبية والشرعية الشعبية وبين ممثل الشرعية. اليوم نحن نخلط، عبد الرب منصور هو ممثل الشرعية وليس هو الشرعية، فالشعب هو صاحب القرار. وعندما يعلنون بأن هناك انتخابات في عدن، كيف سيقولون الانتخابات في عدن؟ في الحديدة كيف سيقولون الانتخابات في الحديدة؟ في تعز كيف سيقولون الانتخابات في تعز وهي لا تخضع لسلطان ماذا؟ يعني كلها إجراءات أنا أعتبرها إجراءات قهلوانية، إجراءات خادعة أمام جمهور ساذج قبل أن يقدم دماءه وأمواله وتضحياته في سبيل ما يزعمون بأنه سيدهم. هؤلاء مجموعة قطيع يفعلون بهم ما يشاءون، لكن الشعب، هؤلاء لا يمثلون الشعب، والشعب لا حقيقة لا يوافق على فساد الشرعية وسوء إدارتها ولا يوافق على الانقلاب، والأمرين كما قلت أيضا مختلفين. نعم، لكن دكتور يعني ما الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة إذا ما حدثت؟ لم يترتب عليه أثر، الأثر الأكبر هو الانقلاب، لم يعد هناك أثر أكبر منه، وهو الاستيلاء على الدولة والجيش والسلطة والإدارة، وأي إجراءات أخرى استيلاء الأموال أو تعيينات أو هذه تعتبر مجرد تحصيل حاصل بجريمة لها تفاصيلها، فالجريمة الكبرى هي الانقلاب. ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها عمل إجرامي مدان على المستوى الدولي على المستوى القانوني مخالف الدستور والشعب يرفضه. الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بحكم أي جهة تحكمه بالقوة مهما كان إدعاءاتها، سواء الحق الإلهي أو الانتخابات الكاذبة والمزيفة أو الإخضاع العسكري أو استخدام القوة، هذه كلها أعمال باطلة لا مشروعية لها ولم يترتب عليها أكثر مما ترتب عليه الانقلاب أصلا. نعم، لكن دكتور يعني تماشي المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعني مع كثير من الأمور فيما يتعلق بالميليشيا، يعني ألا يعد يعني إجراء الميليشيا و يعني قيامها بإجراء هذه الانتخابات واستنادا إلى تماشي المجتمع الدولي معهم في الكثير من الأمور؟ ابدا، الانتخابات وما يمص نظام الحكم في اليمن لا علاقه له في المشروعيه الدوليه، المشروعيه الدوليه لها علاقه بالاتفاقيه الدوليه
وما هو يجري على الواقع من سلطة شرعية. فالعالم كله يعترف بسلطة شرعية وهي الموجودة للأسف في الملتا. وهؤلاء عندما يجدون تجاوبا من المؤسسات الدولية إنما ناتج عن فراغ تركته السلطة الشرعية على الأرض. والسلطة والمجتمع الدولي يتعاطى مع الأمر الواقع. لديه مجتمع تحت الإنقلابيين يريد أن يقدم لهم مساعدات، أغذية، علاجات، دعم، وبالتالي هو ينظر للمجتمع ككتلة واحدة، ينظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها حقوق لا تتجزأ سواء كانوا تحت الحوثيين أو في المناطق المحررة. لكن أقول بأنه أي تفاعل من المجتمع الدولي هو ليس تواطؤا بقدر ما هو تحت الحاصل، أي أن هناك فراغ تركته الشرعية، لذلك لم تجد هذه الدول والمنظمات الدولية من بد من التعاطي مع أوضاع إنسانية وحقوقية في المناطق التي تحكمها الشرعية. ينبغي أن نفهم التعاطي الدولي بمنطق القانون وبمنطق الحال وبمنطق الواقع الذي يفرض على هذه المنظمات أن تشتغل لتحقق الحد الأدنى من الواجبات الإنسانية، ليس تعاطفا مع الحوثيين، ولكن لأن هناك سلطة شرعية عجزت أن تقود البلاد إلى بر الأمان حتى يتم التعاطي معها وغلب الحوثيين. وهذا هو الذي لم تفهمه السلطة التي تمثل الشعب عبر عملية استفتائية للأسف ندم عليها الناس. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل الحديفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. وربما نعود للأستاذ شوقي القاضي، يبدو أنه عاد إلينا مجددا. سيد شوقي هل تسمعني؟ نعم. نعم، أهلا بك مجددا سيد شوقي. يعني قطع الاتصال ونحن نتحدث عن مشروعية هذا الإجراء. أخي الكريم، من حيث المشروعية لا مشروعية له مطلقا، لأنه قام على انقلاب لم تعترف به ولا دولة. نعم. يعني تخيل حتى إيران الدولة التي تدعم ميليشيا الحوثي لا تعترف بها رسميا، وبالتالي ليس هناك مطلقا أي أثر رسمي. لكن هناك للأسف، ولهذا أنا سمعت جمل يعني نهائية من ضيفك الكريم الذي كان يتحدث، وأعجبتني جدا مقولته بأن هناك فراغ تركته الشرعية يستغله الحوثي فقط لا غير. هذه هي هذا هو التشخيص، هذا من ناحية دولية. لكن من هو المتسبب الآن؟ اتركوا المبررات المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يدعم، المجتمع الدولي متواطئ، هذا كلام كله فاضي. المجتمع الدولي يتعاطى على حقائق ووقائع على الأرض، وبالتالي الوقائع يعني التقصير، الخلل، المشكلة، الكارثة، الجريمة من المؤسسات الشرعية ومن التحالف فيما يتعلق أولا بالحسم العسكري. يعني تخيل عندما بدأت القوات الجيش الوطني يتقدم نحو الحديدة، ظهر عبد الملك الحوثي وهو مخذول، ظهر وهو مرتبك، ظهر وهو في وضع نفسي يعني منهار. لكن للأسف، وبالتالي الحوثيون ميليشيا، هذه الميليشيا لا يمكن أن تأتي لا بحوار ولا بتفاوض. تنظيم القاعدة لا يمكن أن يأتي بتفاوض، داعش لا يمكن أن تأتي بتفاوض، الحوثيون لا يمكن أن يأتوا بتفاوض، وبالتالي لابد من أرقام وحقائق على الأرض، حينئذ يمكن أن يأتوا صاغرين. فيما يتعلق بهذا الإجراء ليس له أثر قانوني مطلقا، لكن هناك نوايا قذرة تدار من بعض المكونات الدولية، وهناك تجاوب لها من بعض المكونات الإقليمية. نعم. بأن يشكل عبد الملك الحوثي وميليشياته الإرهابية ما يسمى بالثلث المعطل في مجلس النواب، تماشيا مع تجربة حزب الله في لبنان. الهدف من ذلك تعطيل نهضة اليمن تماما. لبنان بعد أن حصلت منهم هذه المحاصصة والثلث المعطل من حزب الله، الآن لبنان أحيانا يظل سنة كاملة بلا رئيس، يظل أشهر بلا حكومة. وبالتالي هم يريدون أن يستنسخوا نفس التجربة. فربما هناك من أوعز للحوثيين بأن ينتخبوا بدل هذه الدوائر، خاصة الدوائر الشاغرة للأعضاء مجلس النواب الذين توفوا رحمة الله عليهم. فلربما بعد ذلك يكون هناك تواطؤ. لكن ما الحل يا أخي الكريم؟ الشرعية إلى الآن رافضة، والتحالف رافض، وأنا أقولها بالفم الملآن أن هناك رفض واقعي، وإن كانوا يكذبوا بألسنتهم. أعضاء مجلس النواب توافدوا إلى جدة وتوافدوا إلى الرياض مرتين،
على أمل أن ينعقد مجلس النواب وأن تختار له قيادة جديدة وهيئة رئاسة جديدة، لأن أغلبية النواب صاروا مع الشرعية. لكن للأسف هناك تعثر واضح تماما أنه رفض. السبب الأول، الرئيس الجمهورية له أجندته الخاصة فيما يتعلق بانعقاد مجلس النواب. التحالف لهم أجندة خاصة، يرفضون الانعقاد في عدن، يرفضون في المدن الرئيسية. وبالتالي هذه الثغرة إن حقق فيها عبد الملك الحوثي ومليشياته الإرهابية أي هدف فسببها الشرعية والتحالف. أما الأعضاء فجاهزون. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر النائب في البرلمان شوقي القاضي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر. أشكر أيضا ضيفي الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كان معنا من تعز. والشكر أيضا للمحلل السياسي الدكتور عادل دشيلة، كان معنا من اسطنبول. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.